البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأجمل التسليم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب المبارك بكم، نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم، فمرحبا وحيا هلا بكم. حديثي اليوم كمقدمة ارتفاع حوادث السير في المملكة وارتفاع عدد ضحايا حوادث السير أيضا، وذكرنا آنفا يعني أسباب حوادث السير متعددة، منها الطريق ومنها المستخدم اللي هو السيارة، ومنها الشواخص وما إلى ذلك. فحقيقة أكثر مشكلة اللي هي تواجه تسبب حوادث السير اللي هي حالة الطرق يشترك فيها أكثر من شخص، اللي هو المقاول اللي أنشأها إذا كانت الطريق سيئة، المهندس اللي أشرف عليها واللي استلمها، أيضا الوزارات اللي معنية في هذا الشيء اللي أحيانا قد تكون مقصرة في موضوع إيجاد الطرق والقيام على صيانتها والاهتمام بها. وطبعا لما نتحدث عن الطرق نتحدث عن غالبية طرق المملكة اللي بيقع عليها الحوادث. الخط الصحراوي أعتقد ما أخذ رقم واحد، لأنه الناس بيسرعوا عليه كثير ويسيروا بطريقة يعني لا مبالاة في موضوع السرعة، وخاصة أخواننا سائقي الشاحنات وكذلك بعض السيارات الصغيرة. إضافة إلى أنه هذا الشارع اللي هو الطريق اللي هو الخط الصحراوي، يعني هو الآن بدأوا في صيانة وعمل تجديد لمناطق كثيرة فيه، حقيقة ينبغي الاهتمام به والإسراع بإنشائه والإسراع بإنجاز العمل على الخط الصحراوي، لأن كثير من الناس يرتادوه. أضف إلى ذلك أنه هذا الطريق يرتاده كثير من الشاحنات اللي بتربط بين عمان الزرقاء والعقبة والمحافظات مع الميناء، يعني كل دول العالم ما بيسمحوا للشاحنات أنها تسير في المسرب الوسط أو اليسار، لابد أن تكون على اليمين ولها سرعة محددة، إلا على الخط الصحراوي. خط الصحراوي الشاحنات بتكون ماخذة أقصى اليسار وبيسابق السيارات الصغيرة، بيسابقها وكأنها سيارة صغيرة. في كل الدول، يعني في الدول العربية في الدول الأجنبية، هناك مخالفة عالية جدا للشاحنات اللي بتترك المسرب اليمين، لأن إذا مشت على اليسار راح تكسر الخط، يعني بتدمره للخط. وأيضا موضوع الحمول الزائدة، تعرفوا هذه الشاحنات محاور، لابد أن يكون في أكثر من جبان موجود في المنطقة اللي بتحمل، على الطريق أيضا في وسط الطريق أنه مر على الجبان هذا، ويكون في ناس ثقات على هذه الأجهزة الجبان اللي هو الميزان. وأي شاحن محمل حمول زائد اللي بتسوي جوار في الشوارع، هذه بتعمل لها زي الجوار في الشارع نظرا للحمول الزائدة وعدد المحاور اللي موجود في الشاحن. فحقيقة كل جهة من الجهات ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها، وزارة الأشغال، وزارة الداخلية، المواطن نفسه، المقاول، السواقين اللي على الطرق، سائقي الشاحنات، كل هؤلاء ينبغي كل واحد يهتم بالجزء اللي عليه ويتحمل مسؤولية الخطأ الذي يصدر منه. فنقول يعني اليوم الآن في هذه اللحظات ارتفاع عدد الوفيات يمكن إلى 5
أشخاص على حادث سير موجود الآن على الخط الصحراوي، والحوادث كثيرة. الآن في بعض المناطق في عمان فيها شح مياه، بعض المناطق كثرت الصهاريج، الصهاريج اللي بتشتغل بتنقل مياه. وأؤكد هنا، وإذا إخواننا في دائرة السير في الكاميرات في السيطرة بيسمعوني، شارع الاستقلال، شارع الاستقلال تطلع من دوار الداخلية لعند البير اللي بيعبوا منه في المحطة تحت، هناك صهاريج حقيقة يؤذون الناس، يؤذون الناس، صهاريج شاحنات من الكبيرة. وما بدي أقول لكم إنه يعني أكثر من مرة شاهدت واحد من التنكات، ما بدي أذكر رقمه لأنه مش وظيفتي ولا مهنتي إن أنا أعطيكم أرقام سيارات، لكن هو يعني مقدمته اللون الخمري أحمر والتنك أخضر، يعني آذى الناس بدرجة إنه كاد أن يقضي على أكثر من عائلة، وخاصة لما بينزل مشان يعبي. يعني الكاميرات السيطرة بعرف إنها بتشوف هاي المنظر، يعني ما بتشوفوه بيلعب بين السيارات وهو رايح يعبي مي. المنطقة هاي اللي هو شارع الاستقلال اللي بينزل من الدوار الداخلية لعند البير اللي بيعبوا منه من سلطة المياه أو من المياه هنا وكذا، يسيرون بطريقة جنونية وزوامير عالية وبيلعبوا في الشارع. وخاصة أنا أعتقد يعني بخبرتي إنه الأولاد اللي بيسوقوا هاي الشاحنات ما عندهم رخصة يعني كافية لسياقة هذه الشاحنة، لأنهم شباب صغار. يعني بسوى إنه يا أخي وين الدوريات عنهم هذول؟ وين السيطرة اللي بيشوفوا؟ بتشوف أنت تنك عم بيسابق بالسيارات وبطلع يمين وبطلع شمال وكذا، ما إله مخالفة هذا يعني حتى يرتبع؟ ولا لما يطلع له على 4-5 سيارات فيهن 4-5 عائلات بعدها منصير نطلع إجراءات ونظام الفزعة؟ لا، احنا بدنا نحط شيء وقائي ونضبط هذه. يعني أنا شيخ دين وإمام مسجد خطيب مسجد أنا، وبشوف المخالفات هذه. المعنيين ما عم بيشوفوها؟ يعني ما بتشوفوا هاي الحركات اللي قاعدة بتصير في شوارعنا في العاصمة؟ فما بالك على الخط الصحراوي، ما بالك الباصات اللي بتطلع من إربد لعمان، ما بالك بالباصات الكوستر اللي شغالة على صويلح رغدان، ما بالك بالباصات اللي شغالة عمان إربد عمان الزرقاء، الباصات الكوسترات هذه والسباق اللي قاعد بيصير على الطرق. كل هذا يعني ما فيه حقيقة، ما في حد يتابع مثل هالحالات هذه يضبطها؟ بدها ضبط. يعني هي واضحة، أنا أعطيتكم وين الأماكن اللي فيها المشكلات اللي قاعدة بتصير. أم خالد من عمان، السلام عليكم. مساء النور والسرور. يا هلا، يا مرحبا أم خالد. في دكتور عنده سؤال، نظرة إلي بدها تذبح ذبيحة نذر لوجه الله، عشان أولادها تصير معهم حوادث وماشيين يعني شغلات كيفها، وبدها تسوي يعني نذر لربنا إنه يعني نذرت إيش تذبح؟ تذبح ذبيحة، تذبح لوجه الله، لوجه الله اللي كف الأذى عن أولادها، إيه إنه ما يقع على أولادها أذى. أيوة، قالت لي قلت لها قمت بقول بوكلش لا هذا يعني فدو، فدو أنا بسألني في الشيخ يعني فدو هو، أما هو ليس نذر، فدو لوجه الله، فدو لوجه الله، يعني هو زي دفع بلا عنهم. أيوة، زي صدقات يعني. أما أيوة النذر وجه النذر اللي النذر إذا وقعت عليهم مشكلة لا سمح الله وثم إيش يعني قالت إن نجوا منها أو كذا بذبح. أما هذا لوجه الله يعني دفع بلاء، الصدقات يعني بتدفع البلوى والصدقة تدفع النقمة، يعني قالتها قدامي، النقم تدفع النقم. أنا كنت قاعدة. نعم، إيش قالت؟ قالت والله أجا ابنها باقي واقع مكسوم، إجر مكسومة. نعم. وبعدين قبلها قال بالسيارة 3 جلبات لي، ونطلع منها قالت نذر علي يا ربي وجه لوجهك أذبح ذبيحة. هو لا يسمى نذر ولكن هو دفع بلا، يعني إنه لا دفع بلا لوجه الله، يعني يجوز ولها الأجر والثواب إن شاء الله. يعني قالت يا شيخ قالت والله أذبح ذبيحة لوجه الله.
جزاها الله خير. معها تذبح ولا ما معها؟ بدها تذبح يعني، بتقول لك بدبر حالي بدي اذبح. بتاكل منها ولا ما تاكل؟ لا بتاكل منها عادي. انا قلت لها والله كلي بس يعني طلعها اسالك. لا لا تاكل، تاكل منها ان شاء الله. بعدين في الشيخ كلام سؤال ثاني. تفضلي. زي تفضلك. هذول بنات في قطعه ارض. نعم. يعني من وراء ابوهم الاولاد، اولاد والبنات. نعم. ابوهم اعطاهم هو طيب دلم قسمه على سته. أعطى لمين للبنات ولا للأولاد؟ لا للأولاد أعطاهم حصتهم والبنات أعطاهن ستة بدلم. الستة أعطاهن دلم واحد. ما فيش يعني تقول أرض كثير يعني. نعم. المهم أذن عهد جابهن عنده وطلع، طلع للواحد كل من هي 180 متر. نعم. كل من هي 180 متر، بس بنت من بناتي كانت بنت أعطاه ربع دلم لحالها. نعم. ايوه اجن ان عهد انه بالله انه غير يبيع عليه. قال انه عهد الله غير يبيع عليه يا خالد 180 متر ب 10000 10000 كل واحد يحصته 10000. نعم. قالها انا بس، انا بشتري عهدني بالله. قال خلص احنا معاهدك بالله انه غير يبيع عليه. نعم. ايوه راح في عنده جرافه، راح بده يبيع باحه واخذ عربون، قعد يومين ونهن بضرب عليه تلفونات ونهن نقول احنا بطلنا نبيع. نعم. بطلنا نبيع. راح الشغل اللي اشترى الجرافه اصلحه ورجع عربونه عليه فاض. نعم. وهسه بحكيش معهن، حكى مع سنتين منهن وسنتين ما حكاش معهن اللي زعلان عليه. نعم. بلحقوا اثم؟ يعني بلحقوا اثم البيع، البياع يعني بالخيار لما بشوف حاله بده يندم او كذا ما بده بيع، كونه ما صار في عقد وما صار اتفاق وما انكتب العقد وكذا، بيقدر الشخص يعني يبطل. طيب وعهد الله اللي عهد انه هو قاعد وتغدن عنده وعهد انه بالله انه نبيعن؟ نبيعن. لاخوه؟ راح ارهن، ارهن جرا بده يبيع جرافته وبعد ما باعها وباع مربوط وباع جراف وباع الجرافه مشان يشتري. مشان يشتري. نعم. وضرب عليه تلفون ثاني يوم نقول ان احنا بطلنا، راح اخذ ورع الجرافه اللي اشتراها، رجع العربونه وغداه واصلحه. ورجع الجرافه؟ رجعها ورجع المصاري لصاحبه. ربنا يختار له، ربنا يختار له الخير واختار لهن الخير ان شاء الله. والاخوه تبقى موجوده يعني. والله هو بحكي مع سنتين منهن، بس سنتين منهن لا ما بحكي معهن. لا لا يراضيهن وما يزعلهن، والدنيا مش مغنيه عن الاخره. والثالثة في واحد بعد جوزها خانها في زلم بخون الواحد. نعم. أجا أبوها أعطاها ربع دلم وقلت له يابا وراح أخوها هذا الكبير نزل لها رمل 600 دينار ويعني كلهم قاموا معاها وبنوا لها الدار وجوزها أطلع شوي من البنت. قالت لها 4-5 سنين ضحك عليها وقال لها إذا ما بعشتيها بتجوز عليك. قالت له خلاص بيعها. نعم. باعها وأخذوها على الأزرق، بنوا بالأزرق إخوانه بالأزرق، بنوا بالأزرق. باع البيت يعني؟ بيت. باع البيت؟ باع البيت اللي ابوها اعطاها الارض بنوا بيه واخوها نزل لها ب 600 ليره اللي ابوها اعطاها اياه. ويعاود يرجعها بالاجرات ويعاود يتجوز عليها، وهي تجوز عليها ورجعت بالاجرات. وتجوز عليها خاطب يعني هالساعه. وبتقول ولا يمكن اني ارجع انا وياه خلص انتهى. شايف اللي بتفرط بهديه، اللي بتفرط بهديه ابوها ايش كيف بصير فيها؟ بعدين هو ابني بعد بحكيش معها، ليش ضحك عليها وباعت الارض؟ نعم يرجع لها حقوقها. يرجع منين هو بالاجراء داير عراسه بعيد عنه. لا حول ولا قوه. اريد والله مستاجر لبنتنا بالاجار. لازم ما ردت عليه في موضوع انها الرجل ما له يعني سلطة على المرأة انه بيع اموالها. والله باعهن وضحك عليها وهسه خطر. لا حول ولا قوة الا بالله. حتى عندها الشرط وقالت ولا بدي احكي من مرة ولا شك عليه. خلص انا قاعد عندها بنتي حرام مريضة 17 سنة حرام. لا نايمة بهيك ولا بتقوم من مرة يعني بالارض مرمية. هذول الزلام انا مش بحكي عن هاي القضية. بحكي بشكل عام. كل واحد في باسم هشي بيت ارض كذا ما تعطي جوزها. والله هي انت لا انا لا انا ما بتدري شو الايام مخبيت لها. ما هو فكره انها مخلص معها انه باقي مخلص حتى لو كان 100 مخلص.
ملك هيظل إلها باسمها. صار المثال ما تسجل لجوزها ولا شيء. يروح يدبر حاله، هو الرجل واجب يصرف عليها. إيش جابته من دار أهلها، بيتها، سيارتها، أي شيء أملاكها إلها. ما تعطيه. الرجال هذول لما يصير بجيبته 100 ليرة زيادة بطل يرد أحدها. بتجوز. بصير بده يتجوز. يلا يا أخوي يعطيك العافية. يا هلا أم خالد. مع السلامة. مع السلامة. حسين من إربد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد، دكتور محمد الله يعطيك العافية وكل الاحترام والتقدير والإجلال والإكبار لأخوي بالاتصالات ولكادر القناة ولك أنت أيضا دكتور محمد. دكتور محمد، السؤال الأول، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دكتور محمد، السؤال من شقين: أسباب نزول هذه الآية، هذا الشق الأول. الشق الثاني أن توضح لنا هذه الآية دكتور محمد. السؤال الثاني دكتور محمد، ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دكتور محمد، نرجو منك في هذه الآية توضح لنا الآية ومناسبة هذه الآية. وآخر سؤال دكتور محمد، الذي يريد أن يفتي على الناس يجب أن تتوفر فيه عدة شروط، ما هذه هي الشروط؟ وكم حديث يجب أن يكون حافظ حتى يكون مهيئ للإفتاء؟ وشكرا دكتور محمد. يعطيك العافية. سالم من الزرقاء. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ شو أخبارك؟ يا هلا بيك. بدي أسألك ثلاث أسئلة تفتيني فيهن يا شيخ الله يجزيك الخير. تفضل. أول شيء، أنا مواطن أردني مركب طاقة عن طريق الجمعيات، يعني مساعدة الفقراء. المتبرع ياباني، المتبرع ياباني. الشمس من عند رب العالمين، صارت تجيني فاتورة الكهرباء أضعاف مضاعفة. بدي تفتيني مين علي الحرام؟ وزير الطاقة؟ مين اللي علي الحرام؟ يعني مين اللي مركب لك الطاقة أنت؟ مركب عن طريق وورد فيجن. عن طريق؟ وورد فيجن. يعني هاي جمعية أو إشي يعني؟ عن طريق جمعية، يعني يساعد الفقراء لما عايز الطاقة الدماغية متكررة. طيب. أيوة، هاي وحدة. هاي السؤال. وليش بتيجي عليك فاتورة؟ لأنه خلاص صارت مضاعفة الطاقين تجي. والله الكهرباء يا شيخ نطفيها بالليل، وين ننفل عنهم بالله عليك؟ وين السعودية مسكرة، وين بننفل؟ لا يعني أنا بعرف أنه اللي بركب طاقة يعني ما بتيجي فواتير. هو المفروض ما تجي فواتير. أنا أقول لك الكهرباء بالليل والله أطفيها. إلا أنه جماعة الكهرباء اللي يعني ما حسب بركبوا لك عداد داخل وخارج كأنه أنا ما بالضبط. طيب يعني يتحكموا فيها من عندهم، كيف التلفونات يتحكموا فيها عن طريق الكهرباء. نعم، يرفعوا وينزلوا. يعني قديش كانت تيجيك الفاتورة قبل الطاقة؟ 8 ليرات، 7 ليرات كانت تيجي. وهسا قديش تيجي؟ هسا تيجي 60 و70. حسبي الله ونعم الوكيل. فيش ناس يحاسبهم بالبلد هون بالأردن. بعد ما ركب الطاقة صارت 60؟ بعد ما ركب الطاقة والله يا شيخ لا تفوت الكهرباء بالليل. هاي وحدة، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. خيرا إن شاء الله. هاي وحدة. نعم. الشغلة الثانية، بدي أنت يهمك تطبيق الإسلام ولا يهمك القرآن والسنة؟ تفضل. أفضل. بدي أسأل سؤالك، هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، ليش الحرامي لما يسرق عنا، ليش هو حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله حلف بيمين، قال والله لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. حاشا لله. ليش يا سيدي الشيخ مثلا قرافة وصلعة وكرش وقرافة وغير شكل ويمشي ويدعهم من دون ذين؟ خليه يصير عبرة الحرامي للشعب الأردني. هاي وحدة. نعم. الشغلة الثانية، اللهم صل على سيدنا محمد، راتب النواب والأعيان والوزراء تفتيني فيه، هل هو حلال أم حرام؟ النواب والأعيان والوزراء؟ نعم. راتبهم اللي يأخذوه. نعم. هل هو حرام؟ وراتب العسكري شو هو؟ العسكري اللي مهيون كان وبالسحرة ومناورات وهذا ومروا على أهله، والنائب يجي ينام بالجلسة يقول ثقة هذا والله مو جاي، والله عارف على إيش جاي، مو عارف والله. النائب خاصة النائب يجي على الجلسة مو عارف على إيش جاي، وليش جاي مش عارف. ما شيخه؟ والله العظيم يقولوا إحنا نجحنا بقروشنا. ما شيخه. يا ابن الحلال بالله عليك انك لا تجامل بالشغلة هاي، انك تفتيني براتب النواب والنواب يمثل الشعب او لا، ضميرك.
ما انتوا اللي اخترتوهم. الو الاخ عدي من عمان، السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك سيدي الشيخ؟ حياك الله. شو اخبارك سيدي؟ تمام الحمد لله. يا سيدي بدي اسالك سيدي الشيخ، هلا انا واختي، حلو؟ علي صوتك بس لو سمحت يا عدي. سيدي الشيخ بدي اسالك، هلا انا واختي متربيين عند عمتي، حلو؟ اها متربيين عند عمتي، وعمتي ربطنا وخلتنا كبار واحنا صغار. هسا اختي تجوزت، حلال عمتي بنقول لها يما حلال تكشف على جوز اختي ولا حرام؟ يعني اختك تزوجت؟ اختي تجوزت، هلا عمتي هي ربطنا. عمتك مين؟ اخت ابوك يعني؟ اخت ابوي. ربطنا، حلال تكشف على جوز؟ لا ما بتكشف، ما بتكشف عليه لانه حرمه امديه مؤقته يعني. ما بصير تكشف. نعم، لانه لا سمح الله لو طلق اختك او صار معها اشي لا سمح الله او توفيت، بجوز له يتزوج العمة. هو النهي ان يجمع بين المرأة واختها، ان يجمع بين المرأة وخالتها، ان يجمع بين المرأة وعمتها، النهي عن الجمع. عرفت؟ ما بصير يتجوز وحده ويتجوز عمتها معها، يتجوز واحدة وأختها معها، ما بيجوز. لكن إذا طلقها أو ماتت بيجوز. أنا والله سألت سيدي الشيخ. نعم. سألت يعني شباب بيشتغلوا معي بقولوا لي حلال، قلت لهم لا والله أنا بدي أحكي مع الشيخ محمد. لا ما بيجوز تكشف عليه، لا ما بيجوز إلا إذا كانت عمتك أرضعت هاي اللي أختك. لا ما رضعتها. لا خلاص ما بصير. اللي رضعتها ما بتعملي. خلاص ما بصير. بس عمتي هي اللي ربطها، بنقول لها يما. حتى التربية غير عن التحريم. ماشي ماشي. حبيبي شكرا لك، هلا بك. هلا. أم سامي من عمان. السلام عليكم يا شيخ. سلام ورحمة الله. يعطيك العافية. يا هلا. ما قويك. جميعا يا رب. في سؤال بدي أسألك يا شيخ. الو تفضلي. لما ترجح للعرس، لما ترجح للعرس هل يجوز تمدهن شو هن اللي بدها تنبهن لمين؟ تنبهن للعرس يعني عقيقة. شو هن؟ لما ترجح للعرس يعني يجوز تنبهن عقيقة يعني عن الأولاد، يعني عندها ذبيحة للعرس يعني يوم ترجح للعرس جلا يعني وبدها تذبحها وتنبها عقيقة. هاي جزء او ميجو يعني بعرس هي كانت تقدمها ولا بأي بعرس يعني تذبح العرس يعني تذبح المملكة تذبح خمسة حسب النية حسب النية عند الذبح. نعم اللي تنبهن يعني تقول هذه عقيقة فلان. بس انت تقويت النسوان عزلان يا شيخ. قويت النسوان عزلان؟ وانت ليش زعلان؟ وانت ليه زعلانة؟ انت مش نسوان؟ وانت لازم يعني انت مش نسوان لازم تزغرتي. خير ان شاء الله. حياكم الله يا مرحبا. احنا معنا كان سؤال ام خالد نذرت، يعني هي ليس نذر ولكن عندها يعني امرأة عندها اولاد، واحد عمل حادث وواحد اجاها مرة يعني واقع او كذا، فخافت على اولادها فقررت انها تذبح لوجه الله. نعم يجوز. هل يجوز ان تأكل منها؟ يجوز ان تأكل منها، لانه اللقم تدفع النقم، وهذا يعني من باب الصدقات حتى ربنا يزكي هؤلاء الاولاد ويبعد عنهم الشر. ابراهيم من اربد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا شيخ، كيف حالك شيخ؟ حياكم الله. الله يعطيك العافية. يا مرحبا وسهلا. والله يا سيدي صحيح بشكرك وبشكر القائمين على إذاعتكم. حياك الله يا سيدي، يا مرحبا. وأنا بخاف من اسمك يا سيدي، بقول الدكتور محمد الغور، بخاف بخوف. لا أليف يا سيدي، اطمن. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، يا مرحبا. يا سيدي لو سمحت يعني أنا بدي أحكي في موضوع بالنسبة للتقاعد النواب اللي بطالبوا فيه.
من الضمان الاجتماعي. طيب يعني هل بدك فيكم التقاعدات اللي بقوها اللي بقوا بعد 4000 وبقوا 5000 وبقوا 10000 يعني ما بقدمهم، والشركات اللي عندهم مش شبعانين منها؟ طيب حرام عليهم، خليهم بالعسكري اللي على الحدود اللي قاعد بحامي عنهم اللي هم بلاموا بشوخه تحتكم الشمال، وهو العسكري ماسك بلوته وقاعد ساشكون ليل نهار 24 ساعه يوم ما يطلعش، بقعد 10 ايام 15 يوم حتى يروح على اولاده ومراته يومين ثلاث. يعني حرام عليهم يتقوا الله بالشعب، والشعب يعني شعبك الهوى ما ظلت معه ايش الشعب. يعني العسكري بارك الله فيك دكتور، حياك الله. العسكري يعني لما يصير معه 4000 بالعمر مرة بفكر يشتري فيهن سيارة ويدفع قسط للدار ويتجوز فيهن، هن مرة بصير معه إذا قدر يجمعهن. أم عبادة من إربد، السلام عليكم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. يا هلا. شيخ سؤال، والدتي هو عمر صغير يعني قبل الزواج عمر 15 سنة تقريبا، بعد ما توفى والدها يعني هو جدي، أخوانها عملوا يعني اللي هو توزيع الأرث، فطبعا ايش عملوا؟ النساء عملوا تنازل لا اخوها يعني كل واحد كان عمرها قديش؟ كان عمرها 15 سنه او اقل يمكن هيك بالعمر بعد العمر. يعني بس هي مش مدركه مش واعيه ان هي شو بتعمل. نعم بس مثلا تعالي وقعوها على تنازل؟ تعالي وقع على تنازل مثلا شو يعني باسم تملكي ما لك ولا شيء ولا شيء، ما اخذ ولا شيء، يعني كل التنازل صار بحق ايش؟ خواتها الأكبر منها أخذن؟ لا ما حد أخذ، بس واحدة هاي كان عمرها يعني إنه يمكن جدا صغير يعني ما بتقدر إنها توقع أصلا بالأساس. نعم. يمكن بس هي ظل أهلها لأنه أخذت شيء من المال أو شيء من الورثة. نعم. الآن بعد سن العمر وعرفت إن هذا الشيء غلط أو إنها مثلا إنها تنازلت بس من غير إدراك يعني إنه أو بالحياة يعني إن هاي انه بالحقيقه انه اخوها اخذ كذا مثل هيك. كان في عليها وصي؟ كيف يعني بكونوا حطوا عليها وصي وقع عنها؟ ما بعرف. لا ما وقع عنها، هي بذات نفسها يعني انه هي موقعه توقيعها موجود بالورق؟ والله ما بالضبط ما بعرف انه موقع بالورق. طيب هذه بدكم تراجعوا يا ام عباده، بتراجعوا دائره قاضي القضاه في محكمة اسمها محكمة التركات، بتطلعوا الملف وبتشوفوا إذا الحج موقع ولا مش موقع، وإذا موقع بتشوفوا قديش كان عمرها، هل كان عمرها كبير ولا كان صغير. هذا الحكي أي سنة؟ والله شو بدي أحكي لك، أي سنة يعني زمان يعني والدتها هسه عمرها بالخمسين. هلا عمرها بالخمسين؟ يعني بتحكي أنت 35 سنة. هاي هي بس ترجع يعني الان ترجع للضبارة وتشوف مين الوقع عنها واذا هي كانت موقعة ولا لا، وكم كان عمرها. اذا كانت بالغة وعمرها 18 خلص التوقيع تبعها مشى رسمي، اما اذا اقل تقدر تطعن فيه. طب ما هو مثلا تطعن فيه مثلا هو قانونا لو ما يفرض انه قانون اخذوا ماهن، بس شرعا يعني عند رب العالمين حرام للذكرين مثل حظ الانثيين، صح ولا لا؟ اكلوا مالها هيك اكلنا صح، وهيك نعم. يعني انه هذا صار وزر عليهم مش حلال لهم لانه يعني انه بالحياه اخذوهن اصلا مش نعم ضحكوا عليها. الله المستعان بين الله. حياكم الله يا بنتي، الله يجزيك الخير بارك الله فيك. يا هلا. عناد من الزرقاء، السلام عليكم. قطع عناد. طيب أولاد تورثوا قطعة أرض حصتهم أعطاهم إياها أبوهم، أعطى البنات قطعة أرض، واحد من الإخوة طلب أنه يشتري قطعة الأرض، وافق إن البنات تعاهد معاهن، كان عنده جرافة، باع الجرافة أخذ عربون رجع عليهن بطل يبيعن، هو كمان بطل يحكي مع خواته. تبطيل البيع يعني الإنسان حر في ماله، لكن يعني خلاف الأولى، الأفضل أنه طالما أنه يعني خليت الرجل يبيع الجرافة وبيع جزء من ماله مشان يشتري وينحرج مع الآخرين ويدفع لهم عربون ويرجع العربون وكذا، كان الأولى أن يتم البيع. بما أنه ما تمش البيع لا يجوز مقاطعة المسلم للمسلم، فضلا أن يكون المسلم أخوه أو أخته،
فيعني ينبغي أن تعود المياه إلى مجراها وربنا يجمع بينهم بالخير. فاطمة من الكرك، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. أنا شيخ داخل على الله وعليك إنك تساعدني، في عندي مشكلة، عندي متراكم علي فواتير كهرباء مي 150 دينار. أخت فاطمة، ربنا ربنا ييسر أمرك إن شاء الله ويفتح علينا وعليك. إحنا بنحاول نساعدك، ولكن هذا البرنامج ليس البرنامج اللي انت بدك اياه، في برامج في القناه هنا تعتني في هذا في هذه الاشياء. احنا الان عندنا برنامج فتاوى، في عندك سؤال نجاوبك عليه جاهزين. والله يا شيخ في ودي اسالك سؤال. تفضلي. انه هذا اذا مثلا ادم هي صار في رمضان مثلا صايم صام وما تدفع يعني مثلا شو اسمه هذا تدفع الحال مصاري هيك بجي اسم ولا لا؟ مين اللي يدفع؟ ما اي ادم صايم مثلا الصيام العادي هذا بده يدفع عن حاله عن اولاده عنه هيك مصاري ايش في رمضان؟ نعم اللي هو قصدك زكاة الفطر. ايوه زكاة الفطر. زكاة الفطر وما تدفع ما بقدر يدفع ما يعني ما كان معاه يدفع ما عنده يدفع مو قادر يعني يدفع بدي اسم ولا لا كيف يعني كم بيكون مقبول ولا هيك يعني لمين يدفعهن ولا كم يدفع؟ هو يدفعهن عن حاله وعن اولاده وعن هيك يعني في رمضان. لمين بده يدفعهن؟ لاي ناس لاي ناس يدفعهن بس يطلع مو لازم انه يطلع في رمضان عنه وعن اولاده وشيء هيك؟ يعني بجي اذا ما دفعهم صيام رمضان كله شهر كامل وما دفعهم بكون صيامه مقبول؟ يقول لك صيامه مقبول ولكن كان معه يدفع وما دفع؟ لا 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 كان معه من مره مش قادر كمان يدفع. اذا ما بيقدر يدفع ما عليه ما عليه. نعم له اجر النية. شكرا يا شيخ. يا مرحبا اختي. ام خالد من اربد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك يا ربي. الله يقويك يا شيخ جميعا. والله شيخ بدي أسألك أني أسألك سؤال. تفضل. علي نذر زيد فضلك، عذرت نذر وما كنتش أقدر أعمل النذر. نعم. أني نذرت نذر أنه فلان يجيب لي الذبيحة وفلان يقرأ لي المولد. نعم. الآن الجهتين بعيد عنك مسلولين يعني ما بقدروش. لا هذا بقدر يقرأ مولد ولا هذا بقدر يذبح الذبيحة أو يجيبها. قالوا لي مرة صومي 10 أيام 10 أيام قال عن النذر، بس أنا مش مطمئن بدي أسألك أنت يا شيخ. أنت معاكي معاكي تشتري النذر؟ والله بقدر يا شيخ. مش طيب بتجيب النذر بتجيب النذر وبتمرره من عند المشلول هذا وبتخلي المشلول الثاني اللي بده يقرأ مولد يذكر الله مرتين ثلاث وبتذبح النذر. واضح؟ يا شيخ. وإذا ما سويتيهن وفقط ذبحت النذر جاز ذلك. يعني إذا ذبحته يعني قلت اني اقرا مولد وما فيش حدا يقرا مولد. ما فيش داعي لقراية المولد. انت يعني انت في البيت انت في البيت انت واولادك وبناتك اهلي بتموني عليهم. وقعدوا في البيت وذكروا الله يعني جيبوا لكم مسبحه واعملوا ذكر لله عز وجل وتسبيح وتهليل واذبحوا النذر. وشو اعمل بلحمه؟ وزيع عليهم خلهم ياكلوا كل الموجودين. يعني ما وزعش برا؟ اذا في فقراء ودي لهم. الا اذا نذرتي النذر حددت لمين توزعيه؟ لا انا حددت اني اذبحه واقرا عليه مولد بالبيت يعني. خلاص انت بياكلوه الاولاد عندك والقرايب الفقراء، واذا في لكم جيران فقراء بتودي لهم. يعطيك العافيه شيخ. في سؤال ثاني يا شيخ. تفضلي. يزيد فضلك. انا يا شيخ مريضه وعملت عمليات وما قدرش امشي ووضعي بالمره. نسال الله لك الشفاء. الله يرضى عليك يا شيخ. انا يومي بالحلم
بحس اني قاعد بصلي وبحس حالي على سريري واني متوجه للقبلة وقاعد بصلي. لما بتذكر ايه واني مش يعني له وقت مغرب بالليلة واني قاعد بصلي باستمرار يا شيخ باستمرار. انا قاعد بصلي بالحلم بحس حالي واني قاعد بصلي الحمد لله. شو بدي يكون هذا شيخ؟ هذا خير وبركة. الله يبارك بعمرك وادعيلي. ظل ادعيلي والله ان شاء الله غير والله انا بحضر برنامجك كل يوم كل ما يجي بحضره والله. الله يرضى عنك وتظلي حاضر بالخير يا رب. الله يرضى. مليح يعني حلمي. مليح. شو بدك تحكي منه؟ الله يرضى عليك. الله يرضى عليك والله يا شيخ. بالله عليك تدعالي لهالولد لابني. شو مال الولد؟ مشان وظيفه بده وانك تدعالي يتيم وقاعد ووضعه بالمره. ربنا يسر امره ان شاء الله وياخذ بيده للخير ان شاء الله. فرح الله قلبك فيه يا رب. الله يفرح قلبك باولادك ويعطيك العافيه. الله يعافيك يا مرحبا. ام محمد من عمان. سلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. سلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. بدي اسالك سؤالين. تفضلي. السؤال الاول انا بقيش بصلي انا بناتي بالدار. نعم. بس كل واحد يعني بس مثلا قبل المغرب كل واحد بيصلي مثلا بشقة عادي يعني هيك يعني ولا نكون مع بعض؟ ما بتصلوا جماعة؟ لا منصليش والله جماعة. ليش؟ يعني ما بعرف. كل واحد بتتوضى وكل واحد بتروح بتصلي المكان. ما فيهن واحدة يعني متعلمة بتعرف تقرأ الفاتحة وسورة قصيرة؟ لا بعرفن يعني. طيب. كل من درسات توجيه بعرفن. طيب. وأنا بعرف كمان بس إنه يعني ما عملنا صفين جنب بعض جماعة. لا كل واحد الأفضل تخلوا لكم غرفة في البيت إن شاء الله. ربنا بوسع عليكم وبيتكم يكون وسيع أنتم المشاهدين. خلوا غرفة فيها زي فراش عربي أو فيها موكيت أو كذا. وأنت توقفي بيناتهن مش قدامهن. بالوسط بنفس الصف. وتقفي بينهن في الوسط وتأمي فيهن. مش بصوت عالي اللي بس هن يسمعن. وهسه مثلا لو صلينا زي ما احنا كل واحدة مثلا أذن المغرب قامت صلت عادي ولا يعني شنو؟ تاخذين درجة واحدة. إذا صليتن مع بعض 27 درجة. أمان إن شاء الله. شفتي الفرق؟ إن شاء الله عادي بنعمل زيك. بس ما بنقولنا اسم لو صلينا كل واحدة لحال. ما بنقولكم إن شاء الله لكم الأجر والثواب بس إن شاء الله يا رب. صلاة الجماعة 27 درجة. صلاة الجماعة 27 درجة. إن شاء الله طيب إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. هسه انا مش مرة قلت لك انا مثلا بزعل من الناس بحكي عليهم. ايش بتحكي عليهم؟ تصب عليهم يعني زي الدمن روحي على النار. لا بس بدي اسال يعني انا زي ما تقول لما بزعل وبحكي مش بحكي عليهم يعني روحي على النار يا ام محمد. بسالك للي عندي شو عمي مثلا يعني بقول لهم انه عمي فيه هيك سووا فيه هات العد نمونه. لا اذا سووا فيك شيء يعني واحدة اخطأت بحقك من البنات وحكيت للبنت الثانية لا تعتبر نميمة. لكن اذا نقلت على سبيل الافساد بينهن وصير مشكلة هون بتصير نميمة وتصير حرام. لا الحمد لله والله ما بنفسد احنا الفساد هذا بعيد الحمد لله. يعني سوالف بين نسوان يعني بضل فحاول يعني انا زي ما تقول بعيد السلاح يعني عملت فيي هيك مثلا جارتي مثلا اختي والله عملت فيي هيك هيك بعيد هاي المميمة اسمها ولا لا؟ الافضل عدم الحكي فيها. الافضل احسن يعني الخبر الكويس. يعني بلاش عيدها مثلا الثلاثة. لا عيدي لهن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذكر حديث نبوي علميهن آية يعني والله مليحة. والله بحدث ونحكي بالدين ونقرأ قرآن اللي مثلا هالصبايا صغار الجداد هذول توجيهي والأقل وكذا علميهن كيف يطبخين كيف يسوون إدارة البيت شغلات. والله كل ما المستقبل كل ما طبخ طبخة يتذكر انه انت علمتين اياها. والله الحمد لله انه متجوزات بس لما بيجي وعندي واحد يعني لما بيقول لك على الصلاة بتصلي كل واحدة في مكان
أنا سبحان الله كنت مستريح وتبقى أسألك يعني إنه المهم ما بين الاسم بالنسبة للكلام. لا لا بس لا والبنات والله بحدثهم أنا بقولهم كثير لما بيجي عندي إنه دائما بنحط يعني على القرآن والحديث الحمد لله. الحمد لله. بس عندي مشكلتي أنا بزعل من الناس بظل عندي الثلاثة بقول عملتي جهت وأنا ما عملت سالفتي عملتي وهذا اللي بظل أقوله. نعم. فالمهم يعني حاول يكون الجمعة فيها لله. الجمعة إن شاء الله الله فيها يعني ذكر وفيها أجر وثواب إن شاء الله. معلش يعني شيخ تعطيني رقمك أو مثلا يأخذ رقم بدي أسألك سؤال تحت الهواء. خلي رقمك عندنا. بأخذوه هسه؟ خليكي معهم على الخط وأعطيهم إياه. طيب. حسين من عمان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. جل من لا يشفو. حكيت معك بشان اني اخذ البنك كلها باخذ بشان الكهرباء والمية وفي جوابك وما جاوبتني. لا انا اليوم رنيت عليك وشوف الرقم عندك اخره 2-2. والله يا حج ما طلع عندك. لا والله يا حج. طيب برد نتواصل معك. انت الحسامي ولا لا؟ حسامي. طيب ان شاء الله بنتواصل. يعني اخذ من البنك يا حجي؟ لا لا تاخذ من البنك حرام. طيب شو اسوي يعني تقطع الكهرباء عني؟ بصير خير ان شاء الله. ولا يمك عبد الحج حسين. اذا احنا بنتابع معنا تقول يعني الاخت ام خالد واحد من الناس تزوج امرأة وابوها اعطاها قطعة ارض وعمرت عليها بيت عمر لها بيت اجى زوجها تحايل عليها وهددها بالزواج عليها وعشان ترضيه باعت البيت مجرد فتحه لموضوع انه يتزوج عليها يا بتبيع البيت او بتعطيني حقه هذا تحايل يعني مبين المكتوب مبين من عنوانه فهدية الابو هاي بتعطيها اله عشان يهمل فيها فاجى الاخ باع البيت ورحل على منطقة ثانية ورد ورجعوا ورد صار بالايجارات ورد اتجوز عليها ورد خطب لو ظلت ببيتها مستورة وما شاء الله عنها بتظل قوية بده يروح يتجوز مع السلامة بتظلها حافظة كرامتها بموت أبوها بتموت أمها بظل عندها بيتها بعدين بده يصير مش كويس بتقول له مع السلامة بتخلعه تشوف لها ابن حلال بداله بتتجوز وبتنستر أما أنه يضحك عليها وتبيع أرضها وتبيع بيتها وتبيع كذا أنا بنصح أي امرأة مالها إلها لا يجوز للزوج أن يأخذ من مال الزوجة شيء إلا إذا هي تكرمت وعطته لكن أن يفرض عليها أو يضايقها أو يضايق حياتها مشان يأخذ من مالها هذا حرام لا يجوز وخليها تظل قد حالها لأنه متى ما جردها من مالها من بيتها أو من أرضها من أي شيء بتصير يعني بالنسبة له أي كلام فبصير بتجوز عليها وإذا لقى واحدة ضحكت بوجه وعندها مال كمان بتجوزها وبضيع هاي اللي هي أخذ مالها بالمرة الأولى أم محمد من الطفيلة السلام عليكم السلام عليكم سلام ورحمة الله الله يمسيك بالخير يا شيخ مساء النور والسرور كيف حالك؟ تمام الحمد لله شو أخباركم؟ الله يسلمك طول عمرك يا شيخ والله يمكن لي ساعتين أنا بدق حتى لقيت الخط حقك علينا والله يا شيخ ما خطأ من الكل يعني مش بس لي سؤال الشيخ اللي هو سؤال أول من اشترى سلعة الشيخ بمال حرام ولم يعلم أصل السلعة شو عليه هذا؟ اللي إيش؟ اشترى سلعة بمال حرام اشترى ولم يعلم أصل السلعة يعني ما بعرف أصل السلعة إنه فيها حرام شو الذنب عليه هذا المشتري؟ يعني اشترى إيش اشترى؟ سلعة يعني بضاعة زي سلعة سلعة بمال نعم. حرام مال حرام هو لا يعلم أصل السلعة وهو لا يعلم لا لا ما بعلم شيخ لا هو مرات مبين يعني إذا سلعة حقها 100 دينار واشتراها ب20 أكيد مسروقة بس هو ما بعرف يا شيخ لا ما بعرف لا ماشي بس يعني من شكلها بتبين يعني سلعة حقها 100 دينار
لقاها ولا هي ب20 اشتراها، معناته مسروقه. لا ممكن مو هيك شيخ، اشترى في سنة غالية لكن ما بعرف شو اصلها. اها. او انه مثلا في 20 20 بتبين انها سرقه او شغلات ثانيه. الاصل انه يسال. يعني بسعر كويس عادي بس ما بعرف انها سرقه حرام يا شيخ. الاصل انه يسال. والله في ناس شيخ بيشترى يعني ثقه واستقرار في يوم في ثقه خلاص على ذمه البائع. نعم نعم. السؤال الثاني شيخ، هل ترث الاخوات اذا لم يكن هناك ابن المتوفيه؟ هل ايش؟ ترث الاخوات اذا لم يكن هناك ابن المتوفيه؟ هل يرثن الخوات؟ يعني اختي توفت الخوات؟ هنا ما اذا ما له ابن يعني اذا المتوفاه ليس لها اولاد؟ لا ليس. نعم نعم نجيب. اثرت الاخوات اذا لم يكن هناك ابن ابوها المتوفيه. موجود وامها؟ بس اولاد ما لها. ابوها موجود؟ لا لا. امها موجوده؟ لا 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 لا. بس لها خوات واخوه؟ خوات وبدون اخوه، خوات مني وما في اولاد. بس خوات، زوجها بس موجود؟ نعم. زوجها موجود؟ لا 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 متوفي. متوفي. نعم وما لها اولاد. يرثنها الخوات، نعم يرثنها. شيخ بدي منك طلب. امري. لا يسعدك تدعي لابني يا شيخ. تدعي لابني تستدعي، والله ابني 5 سنين قاعد لا شغل ولا عندي، خلص بكالوريوس قاعد يا شيخ. انت ما بتشتغلي بالتمريض؟ أنا متقاعد يا شيخ قديم. خلص ارتاحي تقاعد خلص. أنا متقاعد زمان شيخ قاعد، بس هو ابني يعني 5 سنين بتخرج. ابنك يعني؟ ابني مش أنا، لا أعوذ بالله يا شيخ خلاص بكفي. بفكر لك خلص. لا يا شيخ أنا خلاص انتهي شغل فيي. شو الدراسة تبعه؟ مع محاسبة، بكالوريوس محاسبة. بكالوريوس محاسبة، إن شاء الله. لا 5 سنين وهذا أبوه متوفي يتيم والولد. خلي رقم تليفونك ونتواصل إن شاء الله. عامر من الزرقاء، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يمسيك بالخير. مساء النور والسرور، يا مرحبا أخوي عامر. الله يك سؤال بالله يا شيخ. أؤمر. السنة هاي حجيت أنا عن رحمة جدتي الله يرحمها. الله يرحمها. طبعا أنا صرت حاج 5 حجات الحمد لله رب العالمين، عن أمي وعن أصحابنا. بالبركة. الله حيك. اللي صار معنا تعرف احنا سواقين شحن ندخل على مكة من دون احرام، نحرم من جوات مكة. نعم. طبعا بصير علينا هيك هدي، مضبوط ولا لا؟ من وين بتنوي؟ والله بنوي من مكة من جدة. يعني انتم المفروض تنوي من الميقات. بس احنا بتعرف ممنوع نخش هناك، ما بيحرمونا يعني، بيحلوا لنا الاحرام او بيحبسونا او. اخوي انت الان بتحرم النية، بتنوي من وين؟ بنوي من الميقات. بنوي من عمان، من الميقات. نعم ايوه بتنوي من الميقات، لكن ما بتلبس لباس الاحرام. نعم ما بلبس لباس الاحرام. تذبح فدو ولا ما بتذبح؟ ذبحت فدو؟ طعمت 6 مساكين والله يا شيخ. يلا بالبركه. هل انه جائز هذا؟ نعم جائز. لأنه تعرف احنا كل سنه من حج يعني الحمد لله من فضل الله عز وجل. ربنا يتقبل. ومعاكوا شاحنه؟ والله معاي براد. انا براد. ربنا يوفقك ان شاء الله ويحفظك الحمد لله. يعني ديروا بالكم على الطريق 100%. ديروا بالكم على الطريق على السيارات الصغيره ولا تظلوا سابقوا فيهن. وخفضوا لزواميركم ولا تركبوش اضويه عاليه. لا لا والله ما بنركب يا شيخ، ممنوع. ممنوع. بدكم ديروا بالكم. ممنوع وين؟ ممنوع وين؟ نعم ممنوع وين؟ بالسعودية ممنوع الكشافات. أما هون ما حدا بيسألكوا صح؟ بالسعودية. بالسعودية بتخافوا من السعودية لأنه فيها مخالفة 1000 ريال وسجن أسبوع. والله فيها الكشافات ممنوعة، بس احنا يعني مخالفة 1000 ريال ملتزمين بالقانون والله يا شيخ. مخالفة 1000 ريال وهسع صارت 3000. والله ما شاء الله تقول موجود هذا شيخ. وسجن أسبوع. تقدر تمشي بوسط الشارع ولا على اليمين؟ لا والله على اليمين يا شيخ. واللي بفوت على الوسط كمان 10,000 ريال. ما شاء الله ما شاء الله الحافظ قوانين والله عنده. احنا بدنا الخط الصحراوي يتفعل في هذا الاشي. والله يا شيخ ملتزمين الحمد لله بفضل الله، بس امرات السيارات الصغيره بضايقونا. لا والله انتم كمان ما بتقصروا معانا. الله يحفظك يا شيخ. الله يبارك بعمرك. ان شاء الله مضبوطه 100% ان شاء الله. تسلم يا حبيبي، ربنا يتقبل ان شاء الله. مقبول منك الحمد لله. هاي 5 حجة والله يا شيخ الحمد لله. مقبول ان شاء الله، ربنا يتقبل يا رب. منك الله يجزاك الخير ويحفظك يا شيخ. حياكم الله واياكم ان شاء الله.
محمود عبد الكريم من اربد، السلام عليكم. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك. شو اخبارك يا شيخ؟ تمام الحمد لله. والله هذا سؤال صغير. تفضل. لبس النظارات للمرأة الشمسية حرام. ايش؟ الشمسية، نظارات الشمسية للمرأة. خلها تشخص يا محمود. ايش؟ خلها تشخص إذا. يعني ما في مستعد يا شيخ. يعني من الشمس، ما يبتلبسها من الشمس. صحيح. أما إذا بتتغاوى فيها وبزيدها جمال، لأنه في نظارات للتجمل. أيوه. هون بصير دخل في الحرام. أما أيوة. إذا لابسيتها من الشمس وبنفس الوقت يعني حلوة هالنظارة، ما في مشكلة. شكرا يعني بني آدم كمان هي محمود. صحيح والله صحيح. شكرا يا شيخ الله يبارك. حياك الله يا مرحبا. الأخ حسين من اربد يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به، شو سبب نزول الآية؟ ما بعرف يعني. الاصل الايات وتفسير الايات يكون كل واحد فينا عنده ايش؟ عنده تفسير للقرآن الكريم. الآية اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في جبل عرفات، وقال اليهود لو كانت هذه الآية نزلت علينا لا عملنا لها عيد، فقلنا لهم إن احنا عملنا لها عيد وهو عيد الأضحى. هذه الآية التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. الأخ فارس العدوان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور محمد المحترم، الدكتور محمد الغول، حياك الله. هلا بن عدوان. الله يسلمك ويرضى عليك يا شيخنا الحبيب صاحب الخلق والدين والتواضع والبسمة والاحترام. الله يحفظكم إن شاء الله. وهذه صفات شيوخنا الأفاضل. الله يحييك يا سيدي. وكل احترامي لك شيخ محمد. ولكم كذلك يا سيدي. يا سيدي، أول شيء أنا سيدي بدي أشكرك على مقدمة البرنامج. نعم يا سيدي. على طيبك وعلى نصائحك بالنسبة لطريق الصحراوي، رحم الله على اللي قضوا فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله، رحمة الله عليهم إن شاء الله. وهذه خطاياهم بمسؤولين، هذول خطايا اللي توفوا في رقبة المسؤولين اللي الآن كل أسبوع قاعد بروح ثلاثة وأربعة. وفقدنا قبل أسبوع نقيب المعلمين رحمة الله عليه، واليوم فقدنا، وقبل فترة فقدنا. هذا والله العظيم هذا يعني ظلم. هذا طريق صار يعني طريق الموت، وقاعدين احنا. واشكرك شيخ الدكتور محمد على بداية البرنامج، لانك انت طبعا قدمت النصيحة وبداية اللقاء. اما سؤالي دكتور محمد، سيدي بدي صفات من عقوبتك، صفات حسن الخلق. نعم. صفات حسن الخلق. نعم. وطبعا وبعيد عنك وبعيد عن السامعين، انه اللي بيأذي الناس الاشاعات واحنا هذا عدناها اكثر من مرة، الاشاعات والنميمة والاستغابة. وانت دكتور ما قصرت، عطوفة الدكتور محمد الغول، ابدعت في ردك بالنسبة للاجابة. بس يا سيدي بدنا صفات حسن الخلق. وتحية لك يا دكتور محمد والشباب الجاليري والعاملين بهذا المفضائية المحترمة. حياكم الله يا سيدي، يا مرحبا. أشكرك دكتور محمد. يا مرحبا. العفو يا سيدي. سليمان عبد من اربد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سليمان جيري من اربد كتم. حياكم الله يا سيدي. الله حيك سيدي، شو اخبارك؟ يا مرحبا بكتم واهل كتم. يا والله مرحبا بلحيتك وبالحصن، لانه انت من الحصن برضو. الله يحبك وبارك بعمرك. الله يبارك فيك. قبل سؤالي معلش ملاحظة بس، الصوت اخ سليمان لو تعلي الصوت شوي. قبل ما اقول ما اكتب السؤال، اها ملاحظة هيك على اللي بيحكوا انه راتب النائب حرام ولا حلال. اها صعب انه الواحد يفتي فيها انه حرام ولا حلال. لانه اصلا ما فيش داعي نسأل هيك اسئلة، لانه النواب معروف هذولا حيتان وما احناش قدهم، وعايشين على ظهر الشعب، عايشين على اموالنا ورواتبنا لهم، مش احنا بنشتغل عندهم يعني. سؤالي سيدنا الشيخ، قصة صارت معي، ما بدي احكي لك صارت مع شخص معي انا. ابوي في حياة ابوي لما كان طيب الله يرحمه، الله يرحم ميتينا وميتينك وميتين المسلمين يا رب.
عرض قال بدي ابيع البيت. نعم. البيت اللي هو له اشتريته انا. نعم. انا اخواني 9 وخواتي 5. نعم. قال لي ابغى اشوف اخواتك وخواتك اذا حدا معرض. نعم. حكيت مع الجميع قالوا عادي ما في احنا شو دخلنا ابونا طيب مش عارف. اشتريت البيت. بسمع حكي من هون ومن هون انه ظلمنا انه اخذ حقنا انه من هالسوالف الثانية. الانسان بيظل مش مرتاح بالطريقة هاي يعني لما بده واحد يلومه زي لما تحس انه يعني اخ سليمان لما اشتريته بقيمته فيما لو انباع لاي واحد غريب. نعم يا سيدي قديش بدك بالبيت قال بدي كذا كذا ودفعت له بالمبلغ اللي طلبه الوالد. يعني كان هذا سعر البيت في ذلك الوقت؟ نعم يا سيدي. ولا كان اقل؟ لا بجوز اقل بشيء بسيط يعني لما انه ابنه بجوز راح شوي يعني مش كثير. شيء بسيط. نعم. بس البيت بقى شاعر انه زي المنفوس. اها. هيك يعني لما تشتري شغلة وتحس انه منفوس ما بتتوفر. بجوز غلي هسا. هسا اكيد. بدهم يحاسبوك على سعره هسا. يعني من بداية ما اشتريته لا من بداية ما اشتريته اليوم والله ما انا مرتاح. اه. هذا اللي بطيبك يا بصراحة يعني من الاخر. طيب مين اللي بنفسه اشي من الاخوة والاخوات؟ ما هو ما فيش واحد بقول لك انا نفسي. ما فيش بقول انا بقول فلان بقول لك لا انا سمعت انا ما حكيت انا ما حكيت. يعني انت اشتريته بقديش لما اشتريته؟ انا يعني اشتريته ب21,000. وقديش بسوى كان؟ يعني بيت قديم عمره سنة 80. لا كان بوقت ما اشتريته قديش كان بسوى؟ والله يا سيدنا الشيخ يعني لو بديش بيعه بابا يعني بساشي 30. يعني انت مشتري بالنص نص الثمن. صاحب البيت طلب الثمن هذا. طلب يعني هو خروج خروج من الخلاف كان لازم يعني انك اشتريته بسعره. نعم. بالسوق. هو سيدنا الشيخ انا لما انا بدي ابيع بيت الان بدي ابيعه طالب 50,000 وهو بسوى 70. وانا اشتري الشخص بال50 اللي انا طلبته. شو عليه وقت البيع وقت بيعه لو انه هو باعه لشخص غريب موضوع اخر. موضوع الآن هو لما نقص لك من 35 لواحد وعشرين. لا لا من مش 35 لغاية تبقى ما بيصل الثلاثين يعني. 30 لما نقص لك من 30 لـ20 كان قصده يعني لأنك ابنه. هذا العشرين هذا العشرين تعتبر عطية لازم يعطي إخوانك الباقين مثلها. كان طيب وماشي أموره وقيته حقه ويتوكلنا على الله. يعني الآن 10,000 هاي. نعم. هي اللي معنية في موضوع أنها تتوزع على الآخرين. نعم. حياكم الله يا سيدي. أم أسامة من عمان سلام عليكم. أهلين مرسك بأنوار النبي. مساء النور والصلاة. لو سمحت احنا لما ننوي الصلاة من صلاة العصر فرضا نويت أن أصلي 4 ركعات فرض العصر. في شيوخ بيقولوا على اساس انه ما فيش ننوي وربنا لما وقفنا عرفنا لايش وقفنا. مثلا من بدي اركع بدي اقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم لما ارفع بقول سمع الله ربنا لك الحمد. لا اذا انت بتصلي لحالك او اذا بتقولي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. طيب ولما نسجد كيف؟ لما نسجد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى 3 مرات. نعم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات. نعم. تصير؟ لا هذه تقوليها يعني بال بين السجدتين. بين السجدتين بين السجدتين. نعم. لأنا بقول فيش خلاص صلاة صلاة ما فيش تجيب إشي من خارج الصلاة. لا لا هذه الدعاء مخ الدعاء مخ العبادة. طيب يعطيك العافية. الله يعافيك. الله العافية قوي. يا أهلا أم زعل سلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. كيفك يا شيخ؟ إن شاء الله بخير يا خيو. الحمد لله تمام. شلون الصحة؟ تمام الحمد لله. والله يا شيخ صلينا بالجامع يوم الجمعة جماعة. نعم. والله وكملنا الفرض ونصلي السنة ونحن نقول لا نصلي السنة ما في سنة يوم الجمعة بعد الفرض. بعد الفرض؟ بعد صلاة الجماعة بالجامع ما في سنة ركعتين. مين اللي قال هذا الحكي؟ والله من هالمجموعة اللي صلى المعلم. وشو بعرفهم هذول؟
ثاني يا شيخ والله قلت لي بس الحلال والله في سنة أنا صلي أربعة كمان بعد الله في ركعتين وركعتين والله نعم ودسر سؤال ثاني يا شيخ تفضلي اليوم كنا في دار القرآن نعم ونقول بس نصين يوم عاشورة تاسوعة لا بس نصين يوم واحد عادي نعم. يا شيخ يجوز يجوز نعم يعني نصين تاسوعة وصين عاشورة إن شاء الله يجوز تصوم يوم عاشوراء لوحده أي أفضل يعني صيام تاسوعة عادي الأفضل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أحياني الله للعام القادم لأصومن يوما قبله أو يوما بعده يعني صيام عادي ذكران يعني هو قال الأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده قبله إن شاء الله التاسع والعاشر ربنا يتقبل الله يسلمك يا شيخ هنين هلا سلم على الأهل سلم الله يسلمك أهلا مع السلامة نعتذر من الإخوة المشاهدين عن قبول اتصالات نظرا لضيق الوقت حتى نتمكن من الإجابة على الأسئلة التي معنا الأخ سالم يقول يعني من الزرقاء مواطن مركب طاقة شمسية وبيطلع عليه فواتير أكثر ما كان بالأصل أنه الطاقة الشمسية هذه لما واحد بيركبها وبيأخذ عليها الموافقات أنه تصير الفاتورة صفر يعني بالأصل هيك مش يصير يأخذ منه أكثر بيسأل بيقول يعني ليش الحرامي أو إيش كأنه شوف الفساد موجود في كل العالم وكل إنسان يتولى مسؤولية يعني مسؤولية عامة ويأخذ من المال العام سيقاضوه كل الناس تقاضيه الأمة لأنه اللي بيسرق من شخص واحد بيقدر يعتذر منه لكن إذا بيسرق من مال الأمة هون الأمة كلها بدها تقاضيه أمام الله عز وجل وسيحاسب حيث لا درهم ولا دينار هناك حسنات وسيئات وفي جنة وفي نار بده يتحاسب الإنسان وبتعرف قضية يعني أحد الصحابة أصيب بسهم بعد غزوة من الغزوات بعد ما انتهت الغزوة جاءه سهم من الكفار فأصابه فقتله فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم هنيئا له الجنة هنيئا له الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار شوف صحابي وبغزوة وأصاب سهم من الكفار ووقع صريعا وقال الصحابة هنيئا له الجنة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو في النار في شملة غلها من الغنائم قبل ما تتقسم يعني الشملة يقال مثل رباط النعال جلكم الله وهذا رباط النعال اللي أخذه من مال المسلمين سبب دخوله النار ولم يشفع له أنه في غزوة وأنه الكفار قتلوه بسبب رباط نعال فاللي بيسرقوا وبيأخذوا هالملايين وبيأخذوا يتغولوا في مال الله يمنة ويسرة وما بيخافوا الله سيذوقون الويل والعذاب يوم القيامة ويدفعوها راح يتبغددوا فيها أولادهم وبجوز يموت الواحد منهم ولكنه عليه ما عليه من الذنوب والخطايا سؤال الثاني راتب النواب والأعيان والوزراء يعني إذا كان إجا فيه هيك جابوه كان موظف قطاع خاص وحطوه وزير لا حاصل على تقاعد ولا خدم في الدولة ولا إله أي خدمة وبعد أسبوعين ولا هو بطلع له تقاعد أنا لا أفتي بحله أنا لا أفتي بحله الموضوع الثاني الأعيان بالغالب الأعيان هؤلاء يعني رجال دولة بكون إلهم تقاعد من الأصل وجابوهم بعد وظائفهم هذه وصاروا بالأعيان فيأخذ تقاعده مع زيادة اللي هي بدل الجلسات النواب أنا تحدثت قبل هالحلقة ومن سنوات وأنا أتحدث بجوز من 10 سنوات إنه النائب بالأصل إنه نزل لهاي الوظيفة مشان يخدم الناس يخدم الدولة يخدم المواطنين وقدم خدمات وشرع مش مشيخة بعض منهم نزل لها مشيخة بعض منهم بحط مليون مشان كنافة وبيوت واحتفالات ودعايات مشان يحط رقم مجلس النواب على السيارة هذا إذا ما عنده ثقة بنفسه مشان يحط هالرقم بيدفع كل الملايين هذا إذا ثقته بنفسه ضعيفة كيف بده يسوي وشرع للأمة وشرع للمواطنين ويشتغل لهم فهذا أصلا مريض مريض نفسي هذا لازم ينعرض على طبيب نفسي اللي بيدفع ملايين
مشان يحط الرقم هذا، بعض منهم يضع هذا الرقم مشان يأخذ امتيازات، فبصير نائب وبيقع في الحرام ويتوغل في المال الحرام الامتيازات اللي بتيجي، بيجي امتيازات للمنطقة بيأخذها إله، بيجي تعيينات للمنطقة بيأخذها إله، بيجي كل إشي للمنطقة بيأخذها إله، بده يتحاسب بده يتفحن من عيونه يوم القيامة، والناس ما راح يتحاسبه. هلا موضوع الراتب تبعهم، أنا مع أنه يعطى مكافأة على الجلسة، لكن لا راتب ولا تقاعد. إذا أنك لك تقاعد من وظيفة سابقة خذ منه، خذ من وظيفتك السابقة وعدلوا لك، لكن إذا أصلا ما إلك أنت تقاعد وجاي بدك تأخذ تقاعد وامتيازات، يعني أصبح المجلس عبء على الخزينة الدولة أكثر من أنه يأخذ بيدها أو يساعدها. وأنا بشكر الإخوة والأصدقاء في مجلس الأعيان اللي وقفوا أمام هذا القرار اللي أنا بعتبره قرار جائر، فربنا هو المستعان في هذا وفي هذه القضية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عدين عمان أخته تزوجت، كانت قد تربت هي وإياه عند عمته، هل يجوز لزوجها أن تكشف مثلا عن رأسها أو يديها أو كذا؟ يعني هل هي محرم، هل هو محرم لعمته أو اللي هي عمتها؟ لا، إذا كانت ما أرضعت هاي البنت لما ربتها، الآن هي فقط عمتها أخت أبوها، فليست حرام عليه، وهي حرمة أمدية وليست حرمة أبدية، يعني حرمة مؤقتة، فلا يجوز أن تكشف عليه. أم سامي يعني الذبيحة أجبناها عليها. إبراهيم بده بيسأل عن تقاعد النواب، حكينا في هذا. أم عبادة والدتها بعد أن توفي والد كان عمرها 15 سنة تراجع محكمة التركات في دائرة قاضي القضاء، وهم إن شاء الله بيساعدوها أو بوجهوها إيش تعمل في موضوع إذا كان قد أخذ مال هذه البنت ولم يكن بوجه حق. أم خالد من إربد عليها نذر، ولكن هذا النذر يعني هي قررت يعني يكون من عند شخص هو اللي يجيبه، أصيب بشلل، وشخص يجرى مولد أصيب بشلل. المولد هذا يعني فيه آراء للعلماء، فأنت اذكري الله عز وجل في بيتك واذبحي وكلي أنت وأولادك والفقراء والمساكين. تقول أنها ترى نفسها في المنام دائما تصلي، منام خير إن شاء الله. أم محمد بتصلي مع بناتها في البيت كل واحد لحال، إذا اجتمعنا على إمام واحد يعني واحدة منهن أمت فيهن بصير 27 درجة أجر الجماعة. أم محمد شخص اشترى سلعة بمال يعني وعرف أنها حرام لاحقا، يعني أو أنه يسأل، إذا سأل فهي حرام، فما بيجوز أنه يشتري مثلا سلعة مسروقة. إذا ما سأل فما عليه شيء، ما حدا حكاله. هل يرثنا الأخوات إذا كانت المتوفاة أختهن وما إلها أب ولا أم ولا أخوة ولا أولاد؟ نعم يرثنها. الأخ عامر من الزرقاء حج ونوى الإحرام ولكن لم يرتدي لباس الإحرام، عليه فدية أو صيام كما فعل، عليه يعني أطعم 6 مساكين جاز ذلك. الأخ فارس العدوان صفات حسن الخلق الحلم والأدب وخفض الصوت واحترام الآخرين، كل هذا مجموع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإشاعات هذه حقيقة مصيبة، والإشاعات اللي موجودة على التواصل الاجتماعي، اللي موجودة في بيوت الناس، الموجودة في شوارعنا في أسواقنا، هذه الإشاعات بالغالب أن أعداء أي بلد يستخدمونها ويؤذون البلد اللي بتصير فيه هذه الإشاعة، وخاصة إذا وجدوا بيئة خصبة ومروجين للإشاعة. كم من بلد دمرت بسبب الإشاعات، وبالتالي ينبغي أن يكون المؤمن كيس فطن، ما يقف عند الإشاعات ولا يتبناها ولا يكون هو وسيلة لإيصالها. الأخ سليمان يعني أبوه رحمه الله باعه البيت ولكن يرى أن إخوانه في أنفسهم شيء، علما أنهم كانوا موافقون. البيت لم يشتريه بثمن المثل،
الآن الفرق بين ثمن المثل وبين ما اشتراه، هذا الفرق يرضي أخواته وإخوته فيه في ذلك الوقت. أم أسامة تقول يعني هل نقول نويت أن أصلي العصر والأدعية في الصلاة؟ الأدعية في الصلاة جائزة، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه في الصلاة فليدعه بما شاء وهو السجود وهو ساجد أقرب ما يكون. نويت أن أصلي، ينوي في قلبه، ينوي في قلبه لكن لا يتلفظ بلفظها. تقول أم زعل صلوا بالجامع يوم الجمعة بعد الفرض، قامت واحدة من النساء قالت ما في سنة. كيف ما في سنة؟ سنة الظهر، وما اختلف على صلاة الجمعة إلا أنه الأربع ركعات صار ركعتين والأجر الخطبة الجمعة بدل منها، ففي ركعتين وفي كمان ركعتين. فإذا صليت ركعتين في المسجد وصليت ركعتين في البيت فذلك خير، أما أن تقول لهن ما في سنة هذا جهل. هذه مجموعة الأسئلة. الصيام بالنسبة لعاشوراء، هل نصوم يوما قبله وبعده؟ حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد اليهود كما يقال يصومون هذا اليوم، قال هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من الغرق، فقال نحن أحق بموسى من يهود، لأن أحياني الله إلى قادم يعني إلى العام الذي يليه لأصومن يوما قبله أو يوما بعده، فالأفضل الصيام يوم قبله أو يوم بعده. مشاهدي الأكارم، على أمل اللقاء بكم بمشيئة الله في ليس في الأسبوع هذا ولا الذي يليه، لأني ممكن يعني سامحوني سأغيب عنكم بضعا من الأيام وبعض الحلقات، ونلتقيكم إن شاء الله ونطلب منكم الدعاء وسامحونا، وإلى اللقاء نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر.